اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لكم من كواليسنا حتى في الفاصل المهندس عدل ما بينساش شغف الصفقات، ما بينساش انه اي فرصه تيجي يحقق للاهلي صفقه حتى واحنا في الفاصل بيعملها. في صفقه اتعملت من خمس دقايق، من كام، من ثلاث دقايق. ايه بقى؟ لا مش ايه أيوة. يا سيدي لا بس استناني، بس انا بتكلم عايز اعرف اسماء اللعيبه بتاعتنا. كنت بتكلم الكابتن محمود فرج فعرفت منه ان عندنا اثنين بس الاول استنى بس عرفت ان عندنا اثنين، عبد الرحمن سعودي محمد رمضان تحت 23 سنة. عبد الرحمن سعودي 2 متر 6، ما شاء الله. محمد رمضان ده ليبرو لكن تحت 19 سنة عندنا 6 لعيبة، ودي مهمة جدا. عندنا بقى احمد سرحان ويوسف السرجاني ويوسف حمدي الصافي، ابن حمدي الصافي وعبد الرحمن الحسيني، ده ابن حمد الصافي ورحاب الغنام يعني ده ما شاء الله هيبقى طويل. وحماده عثمان وده برضه حماده عثمان وعمرو زكريا والاثنين كل دول فوق 2 متر ما عدا الباسير او صانع الالعاب اللي هو احمد سرحان بس هو ابتدى يقول لي ده الكروس بتاع يعني الباسير بيلعب لي رقم 4 ومش عارف ايه فاربعات وثلاثات. طيب ماشي سيبك من دي. بعدين بيقول لي ان دول امل مصر وقد اللي هم بتوع 19 سنه وقد نرى احدهم السنه دي مع الفيرستي. طب والصفقه اللي عملتها لمحمود فرج ايه بقى؟ لا لا ده انا بساله على واحد عايزينه ولا لا، قال لي قلت له خلص، وقال لي خلص وخلاص ناشئ صغير يعني. طيب ده لتطمين حضراتكم لان دي حلقه تطمينيه الحقيقه، اذا كنا بنتكلم على ميزان القوى الكرويه ايضا بنعرج على الوضع في الكره الطايره من خلال بطولة العالم وتألق منتخب مصر فيها والعناصر الأهلوية اللي موجودة سواء في فريق 23 أو في منتخب 19. ترجي دولة زي ما بيقولوا الأشقاء في تونس، لكن الأهلي يا أمة. الأهلي والترجي مباراة من الوزن الثقيل، هتكون أول مباراة للأهلي بعد العودة، هيلعب مباراة في الدوري ثم يتفرغ لمواجهة شديدة التأثير في دور الثمانية في برج العرب 16/9 الأهلي والترجي. اسمح لي ثانية. 23/9 الترجي والأهلي في استاد المنزه 16/23 عايز تقول إيه؟ الدولة والأم. أيوه. دائما الترجي والأهلي طعم خاص بنكهة خاصة بعلاقات خاصة. شقيقين بما تعني الكلمة. الترجوية في تونس بيشجعوا الأهلي والأهلوية في مصر بيشجعوا الترجي، ومهما بلغ بينهم من تنافس هو تنافس عفيف وشريف وقوي. ها طبعا حماس، ده انت لو انت واخوك بتلعبوا مباراة بيبقى كل واحد عايز يغلب التاني. أيوة. لكن لما تعرف كمان ان الراعي بتاعهم هما الاثنين في وقت ما، الراعي مش الراعي التجاري يعني، الداعم الداعم والمحب واللي هما كانوا تحت عبايته زي ما بيقولوا الامير عبد الله الفيصل، الامير عبد الله الفيصل عليه رحمه الله. الاهلي والترجي كان يرى في الترجي طعم الاهلي وكان يرى في الاهلي طعم الترجي، ولذلك الاثنين بالتشابه كان، وكان الكابتن حسن دائما على علاقات طيبه جدا برؤساء الترجي. فأنا أولا أرجو أن تخرج هذه المباراة، الناس لازم تبقى فاهمة أنه لقاء الأشقاء. لقاء الأشقاء. ويحترمون جدا النادي الأهلي، إذا فاز بيسقفوه وبيشجعوه. عايزين يلقوا كل التقدير والاحترام هنا، و نترجم فكرة لقاء الأشقاء. انما مباراة قوية، لا الترجي السنة دي رهيب. طيب بس رهيب ايه؟ بمعايير يعني احنا برضو كمان الاهلي ما هو رهيب. رهيب والله رهيب. والله رهيب. هو لقاء والله رهيب، البنزرتي والبدري. فوز البنزرتي المدرب التونسي المخضرم بيقود احلام الترجي في دوري ابطال افريقيا، والترجي السنة دي واحد من افضل الفرق اللي موجوده في دوري الابطال، عشان كده مهم جدا جدا ان احنا نركز كتير في هذه المواجهه. عقبه كؤود بالفعل.
محتاجة تركيز شديد ومحتاج تعامل خاص. انا بقول انه نهائي مبكر. ربنا سهل باذن الله تعالى منتخب مصر في مباراة اوغندا يحط رجله بشكل قوي جدا في التأهل لكأس العالم من خلال موقعة كامبالا عشان يرجع لاعبه الاهلي بحالة معنوية جيدة، يكونوا باذن الله تعالى داخلين على مباراة الترجي بنفس مفتوحة وبدوافع نشطة ان شاء الله. اذا كان الاهلي دعم صفوفه بالعناصر اللي استعرضناها مع حضراتكم اللي أضافت إلى قوة الأهلي وميزان قوته في الموسم الجديد، أيضا الترجي على قوته اللي فاز بيها ببطولة الأندية العربية اللي أقيمت هنا في مصر الشهر الماضي، أضاف إليهم أمين المسيكني ده مدافع من حمام الأنف، وأضاف أيضا لاعب الوسط ماهر بالصغير من البنزرتي، ثم أضاف المهاجم الكاميروني من النجم الساحلي فرانك كوم. دول الثلاث تدعيمات القويه اللي عزز الكاميروني بيهم اللي كان راح اوروبا ورجع انتقال حر. ايوه دول اللي عزز بيهم حصل عليه صراع مين ياخده في المطار من الثاني على طريقه عمرو زكي يعني لا مش قوي مش قوي يعني. هم كلموني عمرو في ناس قلت لهم شوفوا اذا كان عايز يجي لي هيجي ما فيش خناقه ولا حاجه. بعد كده اما جالي الوكيل بتاعه قلت له انت مش رحت؟ قال لي قلت له رحت سيرت في الحته الفلانيه وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وفاهم ان انت بتحركني يعني. فما جاي بيكلمني قلت له طلباتك اتغيرت لانك رحت قعدت تعمل مزاد، انا مش في المزاد ده. ورفضت ضم عمرو زكي؟ مش رفضت، رفضت السير في المزاد. لا رفضت تغيير الشروط اللي اتكلمنا عليها. لا كان راجع من روسيا بقى. لا 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 ما تجيبهاش بالطريقه دي. كنت اتمنى ضم عمرو زكي. كنت اتمنى ضم عمرو زكي طبعا، بس لما تيجي تستغلني وانا جايبك عشان احنا خلصنا كل التفاصيل وتقعد قدامي تقول لي دين ابو تريكه وخد عمرو او مليون و700 والكلام ده، قلت له مرفوض مرفوض مرفوض. لروسيا وقتها ما هو كان جاي اعاره ب 300,000 يورو في السنه، لان ما كناش نقدر ندفع 1,700,000 يورو. لما قعد بقى ولقى انه يقدر يعمل المزاد قلت له لا خلاص انت خدت اتجاه انا مش، وكلمت الكابتن الخطيب اكد على الكلام ده له وقال له الطلبين بتوعك مرفوضين. طيب الاهلي والترجي منازله دايما متكرره فيها قوه كتير فيها نديه كتير. الاهلي لعب مع الترجي 14 مباراه، فاز الاهلي في 5 منهم وفاز الترجي في 3 وتعادلوا 6 مرات. الاهلي سجل في الترجي 14 هدف واستقبل من الترجي 8 اهداف. في فوزين للاهلي كانوا في تونس وفي 3 مرات كانوا في مصر. 4 تعادلات في مصر، تعادلين في تونس. الترجي فاز في كل مبارياته في تونس، يعني المباريات اللي الاهلي اللي الترجي كسب فيها الاهلي الثلاث مباريات كانوا كلهم في تونس، ما سبقش للترجي انه يكسب الاهلي في مصر سواء في برج العرب او القاهره، لكن الاهلي سبق له الفوز في تونس منهم فوزين للاهلي على الترجي في تونس وثلاثه في مصر. الاهلي والترجي مواجهه مرشحه للاثاره يا باشمهندس. طبعا طب والترجي السنه دي بيقول لك يعيش احسن لحظاته، والاهلي بيتصاعد بشكل مطمئن وبشكل تدريجي. لسه طبعا منتظرين من الاهلي اكثر من هذا بكثير، لكن بدوافع الاهلي وثبات الاهلي واستقرار الفريق اللي نرجو، عشان في ناس كتير يقول لك لا صوته يعلو على منتخب مصر ومواجهات الاهلي في الفترة القادمة. وأرجو أن الكورة تبقى في حتة وكل ما يحدث حولها في منطقة أخرى، حتى اهتمامنا احنا. تعالوا ننسى كل شيء دلوقتي وخلينا مع الكورة. يجب أن تأخذ كل الدعم، كل الدعم، كل الدعم. وإذا كنا هنتفق أو نختلف على حاجات لا يمكن نختلف على دعم فريق الكورة. الاتحاد الافريقي اختار طاقم حكام سنغالي لاداره مباراه برج العرب بين الاهلي والترجي، واسند الى طاقم كاميروني اداره مباراه الاهلي والترجي في استاد المنزه اللي هتكون 23/9. الطاقم الكاميروني بقياده
لينيك أليوم، ده اللي هيدير مباراة المنزه، بينما الطاقم السنغالي بقيادة مالانج هو اللي هيدير مباراة برج العرب يوم 16 إن شاء الله. محمد ناجي جدو في أحد أهدافه في الترجي ده هناك في استاد المنزل. جدو من اللعيبه اللي كان مفروض تكمل احسن من كده هو الاصابه اللي جات له وهو بيلعب في هال سيتي هي اللي عطلته. حقيقي يعني ما رجعش زي ما كان. لكن هو حتى في هال سيتي كل ماتش كان بيهدف لحد ما اصيب. فطبعا جدو كان لعيب مميز جدا وهداف بطعم خاص قوي. برضه حظه وحش انه تالق بعد ما كبر، كان يقدر يأدي سنين طويله في هذا الامر يعني. لكن هي كرة حظوظ برضه. وكان عنده فرصة يكمل هناك. فين؟ في هال سيتي؟ في هال سيتي. بقول لك كل ماتش كان بيجيب جول. يا جولين. لحد ما أصيب، كان فيرود راح فرض نفسه من أول يوم. في إنجلترا. لحد ما أصيب. الإصابة طولت معاه يعني. فطبعًا كابيتانو هو عمال طارق دياب كان بيقول له كلام حلو قوي، قال له متعتنا كوره اليوم، متعتنا كوره اليوم. وليد سليمان كمان جاب جون، ايه عامل مباراه كويسه قوي. يعني 2-0 2-1 2-1 2-1 تمام يعني. جولين حلوين قوي، جده وليد سليمان. من التتويجات القويه للاهلي الحقيقه. من التتويجات القويه للاهلي. لا باداء زي هي باداء زي الصفاقسي. يعني انت كسبت الصفاقسي بجداره. جون متاخر قوي قوي، لكن انت عامل مباراه تكتيكيه عاليه عليهم. انت كسبته في اي لحظه، كنت كان الناس مستنيه جول من الاهلي. يعني ده الاهلي والترجي، المواجهه اللي على مستوى الحدث وعلى مستوى القيمه الحقيقه، لانه الاهلي والترجي فرقتين من الاعلى في القاره الافريقيه حاليا، وفي هذه البطوله هما الاكثر ترشيحا للمنافسه على اللقب، فلما يتقابلوا في دور الثمانيه تبقى نهائي مبكر حقيقة. من المنتخب، من الأهلي وحظوظه والترجي ومنازلته إلى الحلم الكبير. الحلم الكبير بجد. نفسنا نشوف مصر في كأس العالم. وهانت وقربت. صدقوني هانت وقربت جدا. بإذن الله تعالى. يوم الخميس، يوم الوقفة، 3 العصر. مصر وأوغندا في كامبالا. لو ربنا أراد إن شاء الله وكسبنا هذه المباراة، أقول لكم بنسبة لا تقل عن 80-90% نبقى قربنا من كأس العالم، لأن وقتها هيبقى محتاجين مباراتين هنا، الكونغو وأوغندا في مصر، أو أوغندا وبعد منها الكونغو. نروح بإذن الله تعالى إلى غانا في المباراة الأخيرة وإحنا مش محتاجين حاجة. لو كسبنا الثلاث مباريات واولهم يوم الخميس هنبقى مش محتاجين حاجه في غانا يا باشمهندس. تبقى مباراه معنويه وساعتها هنكسب بسهوله. نكون تخلصنا من كل الضغوط. ويكونوا هم بالنسبه لهم خلاص. يبقى بالنسبه له يقدر يغير طرق لعب. ايوه. هيبقى تاهل لكاس العالم، يقدر يفكر العب ازاي في كاس العالم. اكسب الماتش بس، خدها ماتش ماتش، ما تفكرش مراحل. اكسب الماتش الجاي، خدها زي ما الكابتن الجوهري عليه رحمة الله خدها، بالهدف العزيز علينا كلنا اللي أهل مصر لكأس العالم نفتكره في الجزائر. أنا قال إنما توصل إبراهيم حسن هوبا تتقطع حاوي لسه كرة في الملعب وكرة عالية إبراهيم حسن، حسام حسن، الجول الأولاني حسام حسن بعد 4 دقايق. حسام حسن، حسام حسن، يا حسام يا حسن، بعد 4 دقايق الجول الاولاني لحسام حسن،
شايف انا الجول بتاعهم العربي واقع، الكره الثانيه بتتعاد زي ما احنا شايفين. يا سلام يا من انت كريم يا رب. بعيد الجول الثاني زي ما احنا شايفين، كره عايزين اعاده كمان مره والله. مصر 1 الجزائر 0 بعد 4 دقائق، الكره ملعوبه. شد حيلك يا بلد، الحلم في كمبالة بيتولد، لأنه زي ما قلت لكم يوم الخميس يوم الوقفة نكسب بإذن الله تعالى الساعة 3 العصر أوغندا.